صبحكم الخير. اليوم الثلاثة 8 كانون الثاني يناير. اليوم القمر مرافقنا لليوم الثاني من برج الدلو. الأجواء بعد حلوة لموالي برج الدلو الجوزاء وكذلك لموالي برج الميزان. كيف رح بيكون نهارنا؟ نبلش مع برج الحمل. بتكمل الأمور عندك بطريقة حلوة سلسة مولود برج الحمل. هيدي فرصتك لحتى انت ترجع تختار الشخص يلي لازم او بتعتقد انه لازم تكون علاقه افضل. يمكن يكونوا رفقاتك بالمدرسه، يمكن يكونوا بالجامعه او زملائك بالشغل او بعض الامور الاجتماعيه. نهار جيد للتواصل مع هالناس. الاكثر حظا 20/21/22 اذار مارس. بننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور نهار مهم بالنسبة لك. كل هيدا الشهر مهم واليوم هو من الأيام المهمة يلي لازم تكون أنت محضر حالك. بمعنى أنه مش بس هيدا الشهر إيجابي وبيحمل فرص إيجابية، لكن أيضا بيحمل فرص مهمة وتقيلة نوعيتها مثل اليوم. لكن ضروري تكون محضر حالك، الأمور ما بتوصل لعندك على طبق من فضة. تبقى الأكثر حظا 2/3/6/7/8/12/13 ايار مايو. بننتقل لبرج الجوزاء. ظروف حلوه بتخلي مولود برج الجوزاء يكون شوي متفوق بشغله بعمله، بحس حاله انه هو مرتاح عم يقدر يعطي، بحس حاله انه قادر يستوعب الامور، ومش بس هيك بيركز وبيطلع من عنده بيطلع من بايده شغل كثير مهم، سواء كانت بامور صحفيه، سواء كانت بامور اكاديميه او اجتماعيه مهنيه. كل الامور اليوم عند مولود برج الجوزاء رح بتكون سبيسيال واوريجينال. الاكثر حظا 3/4/5 حزيران يونيو. بننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان الجو اليوم شوي ارتب واحلى من امبارح. احلى بمعنى انه انت بتحس حالك مرتاح اكثر، بتحس حالك مبسوط اكثر، عم تتفاعل اكثر مع جوك. لكن اليوم رح بتشوف انه بعد في اخذ وعطى مع اشخاص او مع جهات معينه لحتى تزبط الوراء والمعاملات. يمكن امور العلاقه شيء اكاديميه، عم بتقدم طلبات او ناطر اجوبه او ناطر يمكن شيء ريسيت يبعثوا لك. الجو اليوم بيطلب منك انك تاخذ وتعطي ايضا وتتابع فولو اب. يلي عنده ظرف ايجابي او سلبي حاليا هو 19/20 تموز يوليو. كمل مع برج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد ما ضروري دغري دغري انت تتحمس للتحديات او اي استفزاز. اوكي، في شخص مثلا اليوم سمع كلمه مثلا، انت ما ضروري دغري تسمعها مثلا، او اذا سمعتها بدك تطنش. اليوم نهار ما لازم انت تتاثر بكل هال، مش بس اليوم، كل يوم وكلنا، مش بس برج الاسد، كل الناس ما لازم تتاثر بهالامور. بنوعيه هيدا النهار مولود الاسد سريع الانفعال، وهذا الشيء اللي لازم تنتبه له اليوم. ركز على الايجابيات، طنش وشوف شو بصير لما بتطنش، بتمرق القصه مرور كرام وانت بتضلك مرتاح، ويلي عم يجرب يعصبك بيطلع هو المعصب. الاكثر حظا 23/24/25 تموز، 5/6/21/22 اب اغسطس. بننتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء حلو اليوم. مولود برج العذراء من امبارح يكون عارف حاله شو عنده اليوم. امبارح ما زبطت الاجندة، اليوم قبل ما تطلع من الشغل او باي لحظة، انت هلا بهاللحظة مثلا بتقدر تركب جدول الاعمال وتظبطه بشكل يكون الشغل ماشي على الساعة على البكلي. مولود برج العذراء بهمه يكون كل شيء ماشي على البكلي حسب روتين معين، ما بحب فجأة المفاجآت بجدول اعماله. رايح بطريقه فجأة رجع بلف وبدور، هيك اشياء ما كتير بيتحمس لها مولود برج العذراء، تنزعله مزاجه. فحلو ترتب نهارك لانه هذا نهار طويل بالنسبه لك والامور معقوله تتداخل ببعضها. هنالك حظوظ حلوه عند مواليد 9/10/11/12 ايلول/سبتمبر. كمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان بتفرح اليوم، بتفرح اليوم لانه بالك بيطمن، اذا كنت عتلين هم ولادك اليوم بيطمن بالك، من امبارح الامور صارت افضل. الغيمه زاحت، صار مولود برج الميزان على نور، عارف الامور شو هي وباله بيطمن، الجو حلو لحتى فعلا تبحث عن المصالحه و
تقوي قلبك وتقوم بطرح مشروع قوي قلبك. ألو فرحة 6/7/8 أكتوبر. يلي عنده شوية معاكسات هو مولود 21/22 أكتوبر. أما يلي عنده تحديات واستفزازات بنرفزوه بيعصبوه هو 26/27 و28 سبتمبر. بكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب اليوم نهار هو تحية لألك، لألك أنت، مش للناس من حولك، لك انت، لبيتك، لمكتبك، لامورك الشخصيه الخاصه، لمشاعرك، لعواطفك. بعض موالي برج العقرب بحاجه اليوم الى اهتمام ورعايه، بعض موالي برج العقرب غرقانين في دوامه من بعض المشاعر يلي فينا نقول مقلقه، مش ضروره تكون سلبيه، بعض موالي برج العقرب بتخطوا هالنقطه هاي وبيحولوا الجو يلي عم بينصب على أمور شخصية بيحولوه إلى إيجابي، بيهتموا بهالأمور، بيعطوها أهميتها، بيعطوها وقتها، وبيطلع بالنتيجة ضميره مرتاح. الأنشط 8/9/10/11 نوفمبر. كمل مع برج القوس. نهار اللي مولود برج القوس نهار بي بي بيعطيك مجال، بيفسح في المجال لحتى تبدع، تطلع من عندك كل هالأفكار القوية والذكية. يمكن ما تكون قوية لكن تكون نوعا ما غريبة، وغرابتها فرادتها هي اللي بتلفت الأنظار. مولود برج القوس اليوم نهار بتحلق فيه بالأوريجيناليتي اللي عندك إياها. مولود برج القوس اليوم ما بيهدى لا فكريا ولا جسديا. الأكثر حظا 22/25 نوفمبر، 5/6/7 ديسمبر. بكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي صحيح اليوم في كونفليكت، في نوع من شعور بالقلق لانه عم بتقيم حالك، عم بتفتح انت سجلك، عم تشوف شو عندك وشو عليك. ليش لا، بعدنا مبلشين السنه، وقت مناسب لحتى مولود برج الجدي يعرف حاله. مولود برج الجدي بحب يعرف حاله وين رايح ووينه باي لحظه، هذا امر جيد. في احتمال انه بعد موالي برج الجدي اليوم يحصلوا على بعض الارباح والمكاسب يلي فيها تكون معنويه وفيها تكون غير معنويه. الانشط اللي ما بيهدى مولود ديسمبر. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو اليوم الضوء اخضر عندك، في او فينا نقول حان الوقت، حان الاوان لحتى مولود برج الدلو يوضح بعض الامور لحالك على الاقل، تصالح مع ذاتك، عرف حالك انت وينك وين رايح وشو بدك من 2019، شو بدك من هالسنه. الاجواء عندك اليوم بعتبرها جيده جدا، بتشيل الاحباط على جنب، بتزيحه وبيحل محل هالاحباط نوع من تفاؤل وحماسي وقدره على قلب المعطيات لصالحك وتحريكه. 2/3 شباط فبراير الاكثر حظا. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت بداية السنة إجمالا جيدة لمولود برج الحوت، لكن مثل كل شهر في يومين أو ثلاثة بنمرق فيهم كل برج بيكونوا هاديين رايقين، خامدين خمود وهدوء وركود. حتى اليوم أنت مارق بهالفترة من أفكار، من مشاعر، ما حدا قاريك، ما حدا عم بيطلع، ما عم بيرن السلولار، ما حدا عم بيبعث لك المساج أو الإيميل، ما عم بيوصل، في تأخير، في تأخير المواعيد العطية ما حدا بيجي عليها أو بيتأخروا، في نوع من ما رح أقول خيبة أمل لكن الجو نوعيته هيك. ومنشان هيك لازم قبل بوقت لو عارف أنه اليوم ومبارح وبكرة رح بيكونوا هيك، يمكن زحت أو أجلت مواعيدك أو نقلت مواعيدك لفترة أفضل. اليوم نوعيته هيك، بدك تطول بالك، بدك تقطع هالمرحلة وتنطر للخميس أو الجمعة. الأكثر حظا 3/4/5 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة ناشطة، سنة ناشطة. عشو عم تنشط؟ عم تنشط لحتى تزبط أوضاعك، لترجع تردها شوي إلى موقع أفضل. عم تمرق أو مرقت بظروف ما كانت سهلة في السنة الماضية والسنة اللي قبلها، لكن هيدي السنة واعدة بتطور وبتقدم، شرط أنه أنت تواكب الأمور شخصيا وتدرب حالك أكثر. كانون الثاني يناير، شباط فبراير، أيار مايو، أيلول سبتمبر وديسمبر أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة براجع جديدة. باي باي.